اللي كلش مهمة في الجسم. ليش؟ لأن راح يعمل على كل الفعاليات، كل ممكن الأشياء اللي تدور حولنا في أثناء اليقظة وفي أثناء النوم وفي أثناء العمل، كلها راح يكون بيها الجهاز العصبي sensitive، أو راح يكون يعني response، أو راح يكون في حالة تأهب لأي ممكن إعاز يكون يعني يصدر من الجسم، إما من داخل الجسم أو من خارج الجسم، راح يستلمه منه، راح يستلمه الجهاز العصبي. إذا ولهذا راح يكون هو فريد من نوعه، ويعني يكون كثير معقد، ويؤدي بالنتيجة إلى الاستجابة لأي حافز ممكن أن يصدر من خارج الجسم أو من داخل الجسم. من خارج الجسم يعني أقصد بينه من الانفايرومنت، ومن داخل الجسم من الأورجان أو الأوفر سيستم اللي موجود عندي في داخل الجسم. It receives in each minute million bits of information. إذن هو راح يستلم في كل دقيقة ملايين المعلومات، في كل دقيقة راح يستلم الجهاز العصبي ملايين المعلومات from the different sensory nerves، من الأعصاب الحسية. والأعصاب الحسية أيضا تتذكرون كان قلنا كل nervous system، كل الريفلكس أو كل الأكتيفيتي أو الريفلكس أكشن of the nervous system كانت مبنية على السنسوري نيرف والموتور نيرف. السنسوري ايش كان تتذكرون؟ من يحكي لي على السنسوري نيرف؟ واحد من يذكر من عندكم ايش كان تكلمنا عن السنسوري نيرف؟ اسمعوني طلاب؟ طلاب عاد تسمعون؟ اكو حد يجاوبني؟ ايش كانت وظيفة السنسوري نيرف؟ نعم دكتورة، يستقبل الحواس يعني من الخارج كريسبتر ينقل للدماغ، برافو وحتى برافو. بالموتور ينقل يعني اكشن مو وين ينقل الموتور؟ من الدماغ للخارج يعني للعضلة. عفية، برافو، كلش بداعة. إذا السنسوري نيرف هو اللي راح ياخذ المعلومات الحسية من الاكسترنال انفايرومنت أو حتى من الانترنال انفايرومنت أوف ذا بودي، واللي هي من وين راح تكون؟ من السنسوري اورجان، من اعضاء الحس. واحنا نعرف اعضاء الحس ايش هي؟ مثل الاير، الاي، النوز، التيست، التاج، ما تمام؟ هي اذا راح ياخذ لي كل هذه الاعازات الحسيه ويطلع على الجهاز العصبي. وهذا راح نجي نقسم ايضا الجهاز العصبي الى سنترال والى بيريفيرال. نعم، اذا راح يرجع الجهاز العصبي ايش يعمل؟ يرجع يعمل integrate all these to determine the response. إذا إيش راح يعمل؟ راح يدمج كل هذه الإعازات اللي ممكن أن تصل إلى الجهاز العصبي من ال internal أو ال external environment of the body، كلها راح يوصلها إلى الجهاز العصبي، يدمج هذه الإعازات حتى يحدد الاستجابة، لتحديد الاستجابة التي يتعين على الجسم تفسيرها. So the function of the nervous system, وظائف الجهاز العصبي, firstly to coordinate all activity of the body. إنه راح يعمل على تناسقية كل الفعاليات اللي موجودة عندي بالجسم. يعني أجهزة الجسم كلها تشتغل بالجهاز العصبي. الأشياء الخارجية أو الريسبونس اللي هي من external environment مثل الضوء وسماع الأصوات والإحساس بالحرارة والبرودة، الإحساس بالتذوق، كلتها راح منو يعمل لها انتجريت؟ منو راح ينظمها؟ هو يعمل لها كوردينيت وانتجريت النيرفوس سيستم. إذا هذا first function. Number two, to enable the body to respond and adapt. ما بس راح يستجيب لهذه الإعازات اللي موجود اللي راح يعني ياخذها من خارج الجسم أو من داخل الجسم، لكن أيضا راح يعمل adapt، راح يتكيف to change both inside and outside of the body. إيش ممكن أن يتكيف الجهاز العصبي للإعازات اللي ممكن أن تكون دائما بصورة مستمرة؟ يعني لو كان هذا الإعاز الجسم يتعرض له بصورة مستمرة، إيش راح يصير بينه الجهاز العصبي؟ راح يصير adapt، راح يتكيف، راح يكيف نفسه على هاي الأمور. فرضاً مثلاً الأشخاص اللي يعجبهم يأكلون سبايسي، راح يتعلمون على السبايسي، على الطعم والمذاق السبايسي.
تمام؟ ما مثل الاشخاص اللي مثلا ما يحبون السبايسي، ما اي اكل راح يكون بينه اي نوع من التوابل او البهارات الحاده راح ما يتقبلوه. او ليش؟ لان الاعصاب اللي موجوده عندي بالتيست باد ما راح تتكيف، ما كانت تكيفت الى هذا الاعاس. فممكن الجهاز العصبي يتكيف لاي اشياء ممكن احنا نكرر علينا هذا الاعاز لفتره من الزمن، الشخص راح يتكيف على نمط معين من هذا الاعاز. او مثلا الاشخاص اللي دائما يلبسون السماعات باذانهم، ايش يصير بالعصب السمعي؟ انه يتكيف انه يسمع الاصوات العاليه، تغشع اي صوت واطي يقول لك ما كده اسمع. تمام؟ اذا الجهاز العصبي راح يعمل لي firstly coordinate all activity of the body، كذلك enable the body to respond وليس فقط respond to adapt the change both inside or outside of the body. يعني اي changes او اي stimulus من خارج الجسم او داخل الجسم ممكن ان يعمل له adapt. واضحه؟ نعم. Two major component of the nervous system. احنا مثل ما تكلمنا عنها وكان اخذنا فكرة عنها كلش واضحة، انه ما هي مكونات الجهاز العصبي؟ طبعا نوعين عندنا، النوع الاول اللي هو central nervous system CNS، اللي من ايش يتكون؟ من البرين ومن spinal cord. اذا هذا الجهاز العصبي المركزي. اما النوع الثاني اللي هو peripheral nervous system، اللي ايش كان حكينا عنه؟ كان اخذنا له بالتفصيل، ما تمام؟ البريفرال نيرفس سيستم اللي كان حكينا عنه، اللي هو الجزء من عنده الاوتونوميك نيرفس سيستم، تمام؟ اذا البريفرال نيرفس سيستم هو نيرف اكستند توورد اور اواي فروم ذا سي ان اس اند جانجليا. يعني ايش معناته؟ يعني الاعصاب اللي راح تكون موجوده عندي بالجهاز العصبي راح تمتد من الدماغ ومن الحبل الشوكي الى جميع الاورجان اوف ذا بودي، الى جميع اعضاء الحس اللي موجوده عندي بالجسم. ليش؟ حتى تلتقط لي هذه الاشارات وتوصلها الى الجهاز العصبي، الجهاز العصبي يعمل لها انتجريت ويرجعها مثل ما قلنا عن طريق الموتور. زين؟ فالجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي المحيطي هي من الميجر كومبوننت اوف ذا نيرفس سيستم. ولو نلاحظ هذا المخطط اللي أيضاً قدمنا هم كان أخذناه تقريباً نفس الصورة لما شرحنا على الـ Autonomic Nervous System. إذن firstly the nervous system consists of the central nervous system الجهاز العصبي المركزي والـ peripheral nervous system الجهاز العصبي المحيطي. كما ذكرنا أنه الجهاز العصبي المركزي تكون من الدماغ والحبل الشوكي، وأش يعمل لي؟ Integrated للكنترول سنتر، يعني هو المكان اللي راح يدمج مينه أو يسيطر على يعني على كل المعلومات اللي ممكن إيش أن تدمج هذه المعلومات ويعطيني بها الديسيجن، القرار أنه أنا أشرح أتصرف نحو هذا الاستيمولس اللي ممكن أنا أتعرض له. أما البريفرال أش هو راح يكون؟ هو عبارة عن الكرينيوم والسباينال نيرف، النيرفات اللي راح تطلع عندي اما من الكرينيوم يعني من البرين او من السباينال كورد ومتوجهه الى جميع انحاء الجسم، راح يعمل كوميونيكيت بين ذا سنترال نيرفس سيستم اند ذا بودي. اذا الجهاز العصبي المحيطي هو خلينا نقول حلقه الوصل ما بين الجهاز العصبي المركزي و الاذر اورجان اوف ذا بودي. البريفرال نيرفس سيستم طبعا ما ممكن ان يؤدي وظيفته اذا ما راح يكون عندنا سنسوري، اللي مثل ما قلنا هو راح يعمل كوندكت للسيجنال فروم ذا ريسبتور تو ذا سي ان اس، والموتور اللي هو بالعكس كوندكت ذا سيجنال فروم ذا سي ان اس تو ذا افكتور اورجان. زين؟ اذا هذول السنسوري والموتور او ما سميناها بالسنسوري سميناه بالافرنت بالاي، انتبهوا افرنت ديفيجن، والموتور اللي كان عندنا سميناه بالإفرنت بالإي إفرنت ديفيجن. من الموتور أيضا كان قسمناها إلى الأوتونوميك نيرفس سيستم الجهاز العصبي الذاتي والسوماتيك نيرفس سيستم. هسا أريد أي واحد من عندكم يقول لي أشنو الفرق بين الأوتونوميك نيرفس سيستم والسوماتيك نيرفس سيستم بهيدلاين. أسمع من يمكن طلاب. دكتورة السوماتيك عبارة عن voluntary والautonomic involuntary الأعضاء الحشوية. برافو. إذا بهذا الautonomic أش راح يغذي لي؟
الاوتونوميك للاعضاء الداخليه مثل المعده وغيرها. لا يعني خلينا نقول بثلاث كلمات، اللي هي السموث مصل، والكارديك مصر وبعد والجلاند والجلاند عفوا برافو. اما السوماتيك للسكريتر. عفوا برافو. الى اذا هون راح يكون فولنتري فور سكيليتال مسل، والاوتونوميك راح يكون عندي فور سموث وكاردياك والجلاند. وكان قسمنا الاوتونوميك الى ايش؟ الى السمبثاوي والى البارا سمبثاوي. تمام، ايش كان سمينا السمبثاوي؟ باي محاله ممكن ان يصير ستيميليت للسمبثاتيك ديفيجن اوف ذا اوتونوميك نيرفس سيستم؟ دكتورة باي سمينا محاله فايت اند فلايت، اعتقد فلايت ريتمو. اور فايت. نعم، فلايت فلايت اور فايت ريسبونس. ايش كان معناتها؟ من يتذكر ايش معناتها؟ ايش كان شرحناها؟ فايت اور فلايت، واتس مينينج فايت فلاي اور فايت؟ الخوف دكتورة قلنا يشتغل في حالة الخوف، وهذا الجهاز السمبثاوي السمبثاوي. ايه يعني ايش معناته فلايت اور فايت؟ شبهناه بوقت الشخص اللي مثلا يواجه خطر في الغابة أو نعم، تواجه الحيوانات المفترسة، ايش راح يعمل؟ ايه راح يكون الجهاز يعني جسم الإنسان بحالة تأهب قصوى للهزيمة من الخطر. او يواجهه، اما فايت او اما يحاربه، تمام، او فلايت مثل ما كان قلنا، يعني ينهزم والهزيمه نص المرجانية. تمام، ايه تذكروها؟ نعم صح. ايه ها صح، هسه تذكرت. ما زين، او الباراسمبثاوي اللي ايش راح يعمل لي؟ هو بعكسه. تمام، ايش راح، ايمتى يتحفز الباراسمبثاوي؟ في حاله قلنا وقت الريست. واحد دكتورة. عافية، برافو برافو، كلش بداعة، في حالة ريست اند دايجست. زين، وكان ذكرنا ايضا كل ما يصير عندنا ستيميليشن للسمبثاوي، الباراسمبثاوي ايش راح يكون بينه؟ انهبيشن. تمام، واذا صار عندنا ستيميليشن بالباراسمبثاوي، السمبثاوي ايش راح يعمل؟ ستيميليشن، وهكذا. اذا ما كانوا يمشون الا على شكل خطين متوازيين، ما ممكن ان يلتقون. اذا واحد زاد او واحد تحفز، اللاف يصير له انهبيشن، ولا الواحد يصير له ستيميليشن، اللاف يصير بينه انهبيشن. نعم، اذا هسه احنا هذا كان لحد الاوتونوميك نيرفس سيستم وسوماتيك، هذا كله كان قد اخذناه. اذا هسه راح نرجع على السنترال نيرفس سيستم، اللي هو الجزء اللي كان تذكرون قلت لكم راح ناخذه ان شاء الله بالكورس الثاني. نعم، اذا ذا نيرفس تيشو كونسيست اوف ذا تو ميجر تايب اوف ذا سيل. قبل ما نقرا، ايش هي انواع الخلايا اللي موجوده يعني تتواجد عندي بالجهاز العصبي؟ دكتورة قلنا الخلايا العصبية والخلايا الدماغية بوقتها. ها زين، ايش هي الفرق بين الخلايا العصبيه والخلايا الجليا سيل او الخلايا الدبقيه؟ دكتورة الخلايا العصبية هي يعني خلينا نقول نعتبرها مثل تعتبر مركزية، أما الخلايا الدماغية تعتبر كمساعدة. يعني هل هي نعتبر الخلايا الجليا سيل من الخلايا العصبيه؟ نعتبرها خليه عصبيه؟ دكتورة هي لا تعتبر خلية عصبية إنما خلية مساعدة الخلايا الدماغية، بيش تساعده؟ يعني مثلا تجهز الخلية العصبية أو توصل الإشارات العصبية للخلية العصبية بنفسها. لا، انت من قلت لي توصل الخليه، توصل الجهاز العصبي؟ يعني هاي سويتها خليه عصبيه. دكتورة ساعدنا نحن خلية عصبية دكتور اللي هي النيورونز، نعم، راح تحيط بيها تقريبا مثل تحيط بيها الخلايا الدماغية، فالخلايا الدماغية راح تعتبر مساعدة هنا، المساعدة والإسناد وهكذا. ايه المساعده والاسناد في التغذيه، الدفاع عن الخليه العصبيه، تعمل كانسيوليتر. اذا وحتى كان سميناها النيرسينج سيل، الخلايا اللي ممكن ان تعمل لي تجهز لي بيئه للنيوتريشن، بس ما لها اي علاقه بالاعاز العصبي، لان من كان لها علاقه بالاعاز العصبي كان ضميناها الى الخلايا العصبيه. تمام؟ تمام دكتورة تمام. نعم، اذا The neuron، إذا النيورون أو اللي نسميها بالنيرف سيل، الخلية العصبية، هي البيلدينج بلوك أوف ذا نيرفس سيستم،
البيلدينج بلوك، يعني مثل ما كان تكلمنا وعطينا مثال، قلنا اي مكان او اي غرفه مبنيه من ايش الاساس مالتها، كان تكلمنا وعطينا المثال انه قلنا متكونه من الطابوق، تمام. اذا الجهاز العصبي كلته البيلدينج بلوك مالته هو عباره عن النيورون. اذا راح تدخل النيورون بالستركتشر، بالتركيب الجهاز العصبي. اما كان ذكرنا بوقتها ايضا قلنا لكن الريفلكس اكشن هو اللي راح يكون كل الاعازه العصبيه مبنيه عليه. الاعازه العصبي كله مبني على الريفلكس. الريفلكس معناته اخذ الريسبونس عن طريق السنسوري نيرف او الريسبتر ويروح انتجريت بالبرين او بالسباينال كورد ويرجع بالموتور. اذا هو هذا الريفلكس اكشن. اذا الريفلكس هو عباره عن كل فعاليات الجهاز العصبي مبنيه على الريفلكس اكشن، لكن الستركتشرال او البيلدينج بلوك هي عباره عن النيورون. كان ذكرنا النيورون ايضا كان عندنا انواع بها وذكرناها من بدايه السنه. زين الان النيورون ريسبونسبل فور كوندكشن، ايصال، بروبيجيشن يعني انتشار، اند ريسبشن استقبال of the nerve impulse. إذن هاي هي وظيفة النيورون، وأي جزء يكون عنده هذه الوظائف راح نسمينه بالنيورون. والنيورون إيش تحتوي حتى ممكن أن تعمل لي الكوندكشن والبروبجيشن والريسبشن of the nervous impulse؟ راح تحتوي لي على الأكسون، تحتوي لي على الدندرايتس، تمام. الأكسون اللي هو المحور، والدندرايتس اللي هي التشجرات اللي كانت موجودة عندي بالسيل بدي. احنا الخلية العصبية كانت شلون يكون شكلها، تحتوي على السيل بدي وتحتوي على الاكسون. والسيل بدي ايش يحتوي لي؟ على الدندرايتس، التشجرات اللي ايش راح تعمل؟ راح تستلم هذا الإعازة العصبي وتوصله الى الاكسون، ومن ثم من خلية عصبية الى خلية عصبية اخرى. شلون كان يتم انتقال الإعازة العصبي؟ المنطقة اللي راح تكون الاتصال بين خلية عصبية وخلية عصبية أخرى، أي ما بين النهايات المحورية لخلية عصبية والتشجرات لخلية عصبية أخرى، هاي المنطقة إيش سميناها؟ سينابس دكتورة. برافو برافو، كلش بداعة، سينابس. وكم نوع عندنا من الانتقال عبر السينابس؟ يلا هاي شوي ريفيجن لكم. إلكتريك دكتورة، إلكترونيك وكيميكال. برافو، كلش بداعة. زين إذن النيورون مثل ما تكلمنا هي البيلدينج بلوك ومسؤولي عن الكوندكشن والبروبيجيشن والريسبشن of the nervous impulse، وغاح تشارك لي possess called of the axon or dendrites extend from the cell body. نمبر 2 اللي هي الجليا سيل أو اللي نسميها نيوروجليا، الخلايا الدبقية العصبية، هي تسمى بالعصبية ولكن هي ما عندها أي وظيفة عصبية مثل النيورون، يعني ما ممكن أن تعمل لي لا الكوندكشن ولا بروبيجيشن ولا الريسبشن للنيرف امباس، لكن هي فقط associated with the neuron, no axon or dendrites. These cells are involved in nutrition, support, insulation, العزل and protection of the neuron، وتحافظ لي على النيورون من أي بكتيريا أو أي foreign body ممكن أن يهاجمني الجهاز العصبي. نعم. If the brain or spinal cord are sectioned، إذا قطعنا الدماغ أو الحبل الشوكي sectioned يعني أخذنا مقطع من عنده، we find that two major area of the brain tissue. Firstly called gray matter. دائما نسمع بالgray matter والwhite matter. What's meaning gray matter or white matter؟ Gray matter يعني معناتها ذات اللون، المادة ذات اللون الرمادي. هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن الـ cell body of the neuron. إذن هي عبارة عن أجسام الخلايا العصبية زائداً الجليا سيل اللي راح تعمل لنا يعني الـ تكون مرافقة أو ملاصقة للخلايا العصبية، وكذلك تحتوي على الأكسون. بس هذا الأكسون اللي موجود عندي بالجري ماتر راح يكون unmyelinated sheet، يعني إيش معناته؟ ما يحتوي لي على الميلين شيت. تذكرون كان حكينا على النيرف امبولس وشون ينتقل بالمايلين شيت وبالانمايلين شيت، منو كان اسرع؟ بالمايلينيتد لو بالانمايلينيتد؟ بالمايلينيتد. بالانمايلينيتد. ليش بالانمايلينيتد؟
دكتوره بالمايلينيتد، لان قلنا يقفز من مكان الى اخر. برافو، الميلانو سالتاتوري كوندكشن ما تمام، فراح اللي يكون بينه مايلين راح يحتوي على عقد رامفير، وهاي عقد رامفير راح يقفز بيها الاكشن بوتنشال من وان رامفير نوت تو انذر رامفير نوت، وراح يصل الانتقال اسرع من النون ماي او الان مايلينيتد. اللي ان مايلينيتد ما راح تحتوي، فتنتظر تنتقل من نقطه الى اخرى ومن نقطه الى اخرى والى على طول الاكسون، فهون ايش راح تعمل؟ راح تتاخر. إذن الجراي ماتر هو عبارة عن أجسام الخلايا العصبية والجليسيل الأكسون اللي هو أشنو راح يكون unmyelinated sheath، وكذلك تحتوي على الدندرايتس والسينابس. ليش؟ لأن هي عندها أكسون وعندها سلبدي، إذا راح تحتوي على الدندرايتس والسينابس. لكن الوايت ماتر، الوايت ماتر هي عبارة عن الأكسون، بس هذا الأكسون إيش راح يكون؟ راح يحتوي على الميلين sheath and glial ولا يحتوي and no neuron no synapse، ما راح يحتوي لي على جسم الخلية العصبية ولا راح يحتوي لي على السينابس اللي هي مواضع أو المكان اللي راح ينتقل بينه لحاس العصبي من خلية عصبية إلى خلية عصبية أخرى. لو نلاحظ عندنا بالصورة اللي هي أمامنا، راح نلاحظ الجري ماتر مثل ما تكلمنا هي عبارة عن منطقة داكنة أو تحمل اللون الرمادي. هاي إذا عملنا كروس سكشن، يعني إذا أخذنا الدماء وعملنا له كروس سكشن، راح نلاحظ الجري ماتر تكون دائما بالحافي أو بالبريفري اللي أشقنا تحتوي على أجسام الخلايا العصبية مع الأكسون، والأكسون مالتها راح يكون unmyelinated زين، وراح يحتوي على السينابس والجليسيل. لكن الوايت ماتر هي فقط الاكسون اللي راح يكون يحتوي على المايلين شيت. وبما انه المايلين شيت احنا كان تكلمنا عنه، هو من ايش يتكون؟ ايش الماده اللي يتكون منها المايلين شيت؟ ها طلاب، دكتورة، يتكون من الفاتي ماتيريال. برافو، كلش بداعة، من الفاتي ماتيريال. وهي هاي الفاتي ماتيريال ايش تعتبر؟ ايش تعتبر؟ انسيوليتر، ازوليشن، عازل. تعتبر مواد عازلة. نعم نعم نعم، تعتبر مواد عازلة حتى لا يصير كونتاكت بين خلية عصبية وخلية عصبية أخرى، ويصير نقل الإعادة العصبي بصورة أسرع. إذا هسه صرنا نعرف ايش معنات الجراي ماتر والوايت ماتر. The central nervous system